مشاهدي نهارك سعيد. احصائيات بتقول انه في عدد كبير جدا من المصريين بيعانوا من مرض السكر، وطبعا مش مرض السكر بس، هو طبعا للقلب بقى والضغط ويعني والكبد ويعني عدة مشاكل صحية يعني في الشعب المصري للأسف الشديد. نتمنى ان احنا ناخد بالنا من صحتنا اكتر من كده. الاحصائية بتقول انه مرض السكر ممكن يكون حوالي 4% من نسبة الشعب المصري، من نسبة 85 أو 80 مليون. ده بس الـ4% دول بس الأطفال، وفي عدد تاني يعني بتتكلم في 2 مليون وشوية طفل مصري عنده مشكلة مرض السكر، بالإضافة إلى عدد كبير من الكبار طبعا عندهم مرض السكر، ده غير الجيل الجديد اللي هيطلع برضو عنده مرض السكر. وزارة الصحة قررت إن هي تعمل 120 حملة في عدة محافظات في مصر عشان تروح تعمل الشكة الدبوس اللي حضراتكم عارفينها دي، عشان تقول أنا عندي السكر ولا ما عنديش السكر، ويعالجوا ببلاش بدون ولا مليم. حوالين الحملة دي معايا الدكتور جورج ماهر، منسق حملة 120 قافلة طبية لمرض السكر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير دكتور جورج. صباح الخير. حضرتك سعيد. نهاركم سعيد. الحقيقة مبدئيا احنا سعداء جدا بهذه القافلة، وسعداء جدا بحملة زي كده، واسعد بانه العلاج مجاني زي ما كان اشرف الحقيقة بيقول، ودي حاجة مهمة جدا في ظل الظروف الاقتصادية وفي ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها دلوقتي. خلينا نشرح لكل السادة المشاهدين في البداية ايه هو مرض السكر ونسبة اصابة الاطفال، يعني خلينا نبتدي بالاطفال، وخاصه انه مرض وراثي زي ما كنا بنتكلم قبل الحلقه. الحقيقه هو مرض السكر زي ما حضرتك بتذكره دلوقتي ان هو بيمثل يعني مشكله كبيره في الشعب المصري من عده مشاكل تاني زي ما حضرتك اوضحت. مرض السكر بيقسموه لثلاث انواع. النوع الاول بيسموه سكر الاطفال او دايابيتس تايب 1 او النوع الاولاني، وفي النوع الثاني دايابيتس تايب 2 او سكر الكبار او الناس الكبار في السن شويه، وفي النوع الثالث هو سكر الحمل اللي بيجي للستات الحوامل وبيكون مصاحب لفتره الحمل وبينتهي بنهايه فتره الحمل. لو خدنا النوع الاولاني كاكزامبل اللي بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو سكر الاطفال، ده ممكن يصيب اي حد تحت ال 30 سنه، اي حد تحت 30 سنه ممكن يجي له سكر الاطفال. مش معنى ان هو اسمه بتاع اطفال يعني بيجي الاطفال بس، لا هو طبعا مين اللي بيجي في الاطفال، لكن ممكن يصيب اي حد لسن 30. سكر الأطفال بيمثل 4% من الشعب المصري، من أطفال الشعب المصري، يعني تقريبا فوق الـ 2 مليون طفل بيصابوا أو مصابين فعلا بسكر الأطفال. والمشكلة الحقيقة في سكر الأطفال بالذات إن اكتشافه عند الطفل غالبا بيكون متأخر شوية، وما بيحصلش إلا بعد ما يكون الطفل ابتدى يخش في مضاعفات لمرض السكر، ومن أشهرها طبعا الغيبوبة السكرية اللي ممكن الطفل يتعرض لها، وغالبا بتكون دي هي أول علامة بنكتشف بيها ان الطفل ده عنده سكر. مريض سكر. دكتور قبل ما نسيب وننتقل للكبار بقى، العلامة دي معلش بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها هو الطفل المفروض بيبقى قبل العلامة دي بيمر بمرحلة قبلها بيكون عنده التركيز بيقل شوية، وبيكون تحصيله الدراسي مش قد كده. تمام. وبعدها ممكن يحصل سادن لوس اوف كونشسنس، يعني الولد بيفقد الوعي بشكل مفاجئ. فجأة. هي دي المرحلة اللي بيبتدي الأهل فيها ياخدوه ويروحوا بيه للطبيب يشوف الولد ده ماله. من أول حاجة بيفكر فيها الطبيب إنه يقيس له السكر، بنكتشف في الحالة دي ارتفاع عالي جدا في مستوى السكر في الدم عند الطفل ده، وده اللي أصابه بغيبوبة ارتفاع مستوى السكر. طب قبل ما ننتقل برضه للمرحلة التانية، هو إيه اللي بيخلي الطفل يجيله السكر غير إنها وراثة؟ تمام. هو يعني لغاية النهاردة نقدر نقول إن في نظريات كتير قوي بتحاول تفسر ليه مرض السكر بيحصل، وبالذات مرض سكر الأطفال. لكن معظم النظريات دي اتفقت على ان العامل الوراثي هو العامل الاساسي في حدوث مرض السكر. لو جينا للاطفال هنلاقي ان في نظريه تقريبا هي اقوى نظريه بتقول ان العامل الوراثي بيؤدي الى حدوث حاجه اسمها مرض مناعه ذاتي اللي هو الاوتو اميون ديزيز. مرض المناعه الذاتي ده زي ما حضراتكم عارفين بيحصل فيه ان الجسم او الجهاز المناعي في الجسم بيهاجم الانسجه بتاعه الجسم. اكتر حاجه بيهاجمها الجهاز المناعي في النوع ده من المرض هو البنكرياس المسؤول عن افراز الانسولين اللي هو بيحاول ينظم عمليه التمثيل الغذائي للسكر في جسمنا. تمام. فالطفل ده لما بيصاب بمرض مناعه ذاتي البنكرياس بتاعه بيتاثر بشده، افرازه للانسولين بيقل جدا، وبيبتدي تمثيل الغذائي للسكر يختل، ويبتدي يرتفع مستوى السكر في الدم، ومن هنا يبقى الطفل ده مصاب بمرض السكر.
جميل. تمام. طيب نتكلم عن المرحلة اللي بعد كده يا دكتور علشان برضو نبقى شرحنا المرض وأسبابه بشكل مفصل أكتر. النوع الثاني وهو سكر الكبار وبيسموه adult diabetes. سكر الكبار بيجي في أي سن فوق بس غالبا فوق 40 سنة وبيكون ليه أسباب وراثية برضو في نفس الوقت، لكن الدايت والإكسرسايز يعني الناس اللي هي اللي بتبقى overweight، الناس اللي مليانة شوية في الوزن، والناس اللي حياتها ما فيهاش حركة كتير، ما بيعملوش أي نوع من المجهودات العضلية، يعني الناس دي بتكون أكثر عقدة للإصابة بمرض السكر النوع الثاني. المريض هنا يمكن يكون عشان سنه أكبر شوية بيكتشف المرض بدري شوية، في شوية علامات كده بتخليه ياخد باله، ويمكن العلامات دي شائعة كلنا عارفينها، من أشهرها كثرة شرب المية وكثرة عدد مرات التبول. وفي نفس الوقت في علامتين مشهورين قوي هما زيادة الشهية وفي نفس الوقت فقدان للوزن، يبتدي العيان بيهيكل كتير وفي نفس الوقت وزنه بيقل. فالأربع علامات دول يمكن مع كثرة الالتهابات بذات الالتهابات الجلدية بتخلي العيان عنده شك كبير ان هو ممكن يكون عنده سكر، فبيكون اقدر على انه يروح يحلل تحليل سكر وبيتم اكتشاف مرض السكر يمكن بشكل مختلف عن الاطفال. تمام. ده بالنسبه للنوع الثاني. طيب دكتور تعالي نرجع بقى لموضوع الحمله، ال 120 حمله عشان لجميع المحافظات. تمام. الحمله دي حضرتك بيبقى كل حمله فيها كام دكتور، وهل هي مره واحده ال 120 هينتشر في جمهوريه مصر العربيه ولا على فترات؟ هو احنا كنا نتمنى طبعا ان احنا ننتشر في نفس الوقت. أيوة. لكن ده طبعا هيكون صعب شويه تنظيميا حتى. نعم. وعشان نقدر نهتم بكل قفله على حده بنحاول نعملهم في فتره زمنيه، الفتره دي هتمتد من شهر اكتوبر اللي احنا فيه دلوقتي الى شهر ديسمبر او لبدايه سنه 2012. ال 120 قفله، ويمكن هم كمان ان شاء الله بلاننج ان هم يزيدوا، هيبقوا ممكن يوصلوا ل 150 قفله. كويس. لان احنا في اثناء التنفيذ ابتدت يبان بعض المناطق ما كانتش في حسباننا هنبتدي نغطيها. ال 120 او 150 قفله هيغطوا معظم محافظات مصر، عندنا في أسيوط، عندنا في المنيا، في المنوفية، في الشرقية، في أليوبية، في الجيزة، في معظم المحافظات. بنراعي دايما ان احنا نختار المناطق اللي الخدمة الطبية فيها مش واصلة بشكل كافي. المناطق النائية، المناطق اللي يمكن نقول عليها عشوائية شوية والخدمات الطبية زي ما قلت حضراتكم مش متوفرة فيها بشكل كويس، بنبتدي نسلكت الأماكن دي وبنبتدي ننسق فيها يوم نعمل فيه القفل. تمام. اختيار الأطباء المشاركين في الحملة بيتم على أساس إيه؟ وطبعا هل هو عمل تطوعي بالنسبة للأطباء ولا هل بيتقاضوا أجر مثلا من وزارة الصحة؟ يعني احكي لنا أكتر عن جزئية الأطباء في الحملة. والله هو الشغل اللي في الحملة كلها وفي كل القوافل تطوعي بنسبة 100%. 100%. ابتداء من الأطباء، كل الأطباء اللي بيتواجدوا معنا في القافلة بيكونوا متطوعين من وزارة الصحة، وفي بعض الأطباء بيكونوا معنا بتنسيق مع كلية طب القصر العيني. بالذات في الحملات اللي بيكون فيها حجم كبير وعدد كبير من المرضى، القصر العيني بيمدنا بالأطباء. الناس اللي بتكون متواجدة معنا في تنظيم القافلة كلهم متطوعين. شركات الأدوية اللي بتمدنا بالأدوية بتكون برضو بشكل تطوعي، وزي ما كنت بقول في أحد شركات الأدوية هي الراعي الرسمي أو الراعي الرئيسي لل 150 قافلة كلهم، بتمدنا بعدد كبير جدا. شركة من الأدوية. أدوية واحدة بس فن. هي شركة واحدة هي اللي بتمدنا بمعظم الأدوية اللي بنحتاجها، لكن بقية الأدوية اللي بتكون من خارج الشركة دي بتكون موجودة برضو عشان نقدر نقدم خدمة طبية كافية للمريض. جميل. بشكل يعني يوصل له الخدمة الطبية زي ما احنا عايزين. دكتور الأول حملة ابتديتوها هي الحملة الخاصة بقرية قرية فرعونية صح؟ تمام. طيب احنا كاميرا نهارك سعيد، مشاهدي نهارك سعيد، حلوة كاميرا نهارك سعيد، نزلت وصورت الأول حملة من ال 120 حملة في جمهورية مصر العربية لمرض السكر. خلينا نروح نشوف التقرير ونرجع نكمل مع الدكتور.